طيب، هل دلوقتي أي واحد عايز يعمل بحث علمي مش لازم يكون ليه خطوات معينة يمشي عليها؟ أكيد. فالعلماء اجتمعوا وعملوا حاجة اسمها الـ 8 steps model، الثمان خطوات اللي أي حد عايز يعمل بحث علمي في أي مجال لازم يمشي عليهم. وقسموا الثمان خطوات دول 5 خطوات اسمهم خطوات التخطيط الـ planning، و3 خطوات اسمهم خطوات الـ conducting أو التنفيذ. يبقى عندي الـ 8 steps model 8 خطوات هيمشي عليهم أي researcher في الدنيا، 5 منهم planning تخطيط و3 منهم conducting أو تنفيذ. تعالى نمسك حاجة حاجة وهديك مثال حلو كده عشان تفهم. دلوقتي أنت خلصت الكلية، ألف مبروك، وتخرجت وعايز تعمل ماجستير. قمت رحت للدكتور المشرف عليك قلت له يا دكتور يا دكتور أنا اتخرجت. قال لك ألف مبروك، عايز أعمل ماجستير. اختار يا ابني حاجة تعمل عن الماجستير، اختار موضوع معين تعمل عن الماجستير. إذا أول خطوة عشان تعمل الريسيرش إنك تختار موضوع معين، إنك تفورميوليت، تكون ريسيرش بروبلم، مشكلة أو موضوع أنت هتتكلم عنه هتبحث فيه. فورميوليت يعني يكون أو يصيغ a research problem. طيب دي أول حاجة، صيغنا المشكلة، عرفنا هنتكلم عن إيه. تعمل إيه؟ فلنكن مثلا نتكلم عن، هنعمل بحث عن مرض السكر. تقوم واخد بعضك ورايح على قسم الكوميونتي وتقول لهم يا جماعه يا بتوع قسم الكوميونتي انا عايز اعمل بحث عن مرض السكر. يقول لك مفيش مشكله، عايز تعمل بحث بانهي صيغه، بانهي ديزاين، شكله عامل ازاي؟ هل هتجيب ناس وتتابعهم يعني، ولا هتسال بس اسئله عامه، ولا هتعمل بحث علمي بخطوات فعليه في معامل، هتعمل ايه؟ يعني لازم تحدد الديزاين اللي هتمشي بيه. خلاص، وده هنتكلم عنه بعدين. يبقى رقم 1 انا حددت المشكله اللي هتكلم عنها، انا فورميوليتد البروبلم اللي هبحث فيها. رقم 2 اخترت ريسيرش ديزاين، طريقة أو نمط معين هتتابعه في البحث بتاعي، كوهورت بقى ولا كيس كنترول والكلام ده كله هناخده لسه بعدين. طيب احنا قلنا هنعمل بحث عن مرض السكر، يعني عايز أعرف مثلا مرض السكر ده منتشر قد إيه في المجتمع. مش أنا كده محتاج تولز، أدوات معينة عشان أجمع البيانات دي؟ يعني مش ببساطة مش محتاج أشتري أجهزة قياس السكر، دي التولز اللي هقيس بيها السكر الناس كلها. يبقى لازم أجيب التولز اللي هقدر أعمل بيها الداتا كولكشن، أقيس للناس السكر بتاعها. طيب جبت يا عم قيس السكر، هل هنزل قيس السكر لمصر كلها لل 80 مليون؟ لا طبعا، لازم بختار سامبل معينه، عينه بس من الناس هي اللي هشتغل عليها. واختيار السامبل ده موال كبير. ليه؟ لان السامبل لابد انها تكون ممثله على المجتمع. يعني ما ينفعش مثلا يبقى المجتمع بتاعك كله رجاله وستات وانت تاخد السامبل بتاعتك رجاله بس. لا، فيه ميثودز معينه لاختيار السامبل، وفي سايز معين للسامبل، وده الكلام ده هناخده بعدين. يبقى رقم 1 انا حددت المشكله البروبلم، رقم 2 اخترت نمط بحثي معين ديزاين همشي عليه، رقم 3 جهزت التولز اللي انا محتاجها، رقم 4 جبت الناس او السامبلز اخترتهم اللي انا هشتغل عليهم، هم دول العينه بتاعتي اللي هشتغل عليها. خلاص يا عم، خلي بالك احنا كل ده لسه على الورق، ما نزلناش احتكينا ولا عملنا اي بحث، كل ده على الورق. سيادتك تقوم جايب ورقه كده اهو وتكتب فيها كل الخطوات دي بتفاصيلها، بنسمي الورقه دي البروتوكول. يبقى في 5 خطوات اسمهم خطوات البلاننج، التخطيط ما قبل انك تنفذ، ما قبل انك تعمل البحث بالفعل. انت بس تحدد المشكله، تختار ديزاين معين، تجيب التولز اللي هتقدر تجمع بيها الداتا، داتا كولكشن، تختار السامبل اللي هتشتغل عليها، وفي الاخر تكتب كل العك ده في ورقه وتسميها هذه الورقه البروتوكول. بترايت البروتوكول، ده البروتوكول اللي هنمشي عليه يا جماعه، هو دي البروتوكول اللي هنمشي عليه في البحث بتاعنا. تجيب كده زمايلك في البحث اللي معاك تقول لهم يا جماعه هي دي الورقه او الخطوات اللي هنمشي عليها. خلاص كلكم اتفقتوا، تخشوا بقى المرحله الثانيه، هي مرحله الكوندكتنج او العمل الفعلي او التنفيذ. ايه بقى؟ توزع اجهزه السكر على زمايلك وتنزلوا على العينه، تقعدوا تقسموا السكر، يعني بتجمعوا البيانات بتاعتهم، بتكولكتنج الداتا ليهم. كلكم قسيتوا لهم السكر، تاخدوا بقى القياسات دي وتحطوها وتجمعوها، تعملوا لها تحليل، يعني من الاخر بتعملوا لها بروسيسنج، بتشتغلوا على البيانات اللي انتوا جمعتوها عشان توصلوا للنتيجه في الاخر. وفي النهايه بتعملوا، تكتبوا حاجه اسمها ريبورت، رايتنج ا ريبورت، يعني بكتب تقرير بكل حاجه انا عملتها. يبقى خلي بالك في نهايه البلاننج انت بتكتب بروتوكول، في نهايه الكوندكتنج انت بتكتب ريبورت، تقرير مفصل بكل حاجه انت عملتها. ال8 خطوات دول اسمهم ال 8 ستيبس موديل. تاني، ال 8 ستيبس موديل هم عباره عن 5 خطوات بلاننج، تخطيط على الورق بس ما عملتش حاجه لسه، و3 خطوات تنفيذ. ايه هم ال5 خطوات بتوع التخطيط؟ فورميوليت بروبلم، حدد المشكله، اختار الديزاين اللي هتمشي بيه، هات التولز اللي هتشتغلها او هتشتغل بيها عشان تعمل داتا كولكشن، اجهزه السكر مثلا، واختار السامبل او الناس اللي هتشتغل عليهم، اكيد مش هشتغل على 80 مليون، وفي الاخر اكتب الكلام ده كله في ورقه، بتسمي الورقه دي البروتوكول.
خلاص يا عم اتفقنا على البروتوكول بتاعنا، يلا بينا نبدأ العمل الفعلي بقى، يلا بينا نعمل كوندكتنج، يلا بينا ننفذ. ازاي هننفذ؟ ننزل بقى نكولكت الداتا، نقيس للناس السكر فعلا، نعمل بروسيسنج للداتا دي، نشوف اه ده الناس اللي احنا قسنا لهم دول كلهم سكرهم عالي، يبقى المجتمع ده السكر فيه مشكله كبيره جدا، دي اسمها بروسيسنج للداتا. خلاص خلصت وجبت النتائج اللي انت عايزها، عملت انتربريتيشن وكل حاجه، في الحاله دي تكتب في الاخر تقرير، بترايت ا ريبورت، بكتب تقرير بكل حاجه انت لقيتها.